الرحيم. أنا اسمي طارق الإبياري، ممثل ومخرج ومؤلف، خريج جامعة أمريكية قسم مسرح وفيلم. تخرجت كنت الأول على دفعتي عشان كنت تخرجت لوحدي. بس الحمد لله، لا بس كنت مع امتياز مع مرتبة الشرف، يعني الأول والأخير بس. لما كلموني أنا اتشرفت جدا، تيدكس حاجة كبيرة. قالوا لي عايزين نتكلم، قلت لهم ربنا يستر. قلت لهم ايه الموضوع؟ قالوا لي عايزين نتكلم عن الستون او الحجر. فاول حاجه جت في دماغي قلت لهم ميزه ان يبقى في حجر في طريقك. فهم حسسوني ان انا عميق، يعني رد فعلهم فحسيت ان انا صح. تمام اوكي. فاللي انا بحب الحاجه اللي جت في دماغي لما في كتب السينما تعلمنا، يعني لما تيجي تكتب فيلم، الفيلم لازم يبقى فيه البطل بيواجه عقبات عشان يبقى فيه فيلم. لان انت لو شفت فيلم الحياة حلوة، الحياة جميلة، هو ماشي بيكسب، هو كويس، هتنام في الفيلم. فيلم مشكلة. فانا شايف ان وجهة نظري الصغيرة ان الحجر اللي بيبقى في طريقك ده نعمة كبيرة قوي من ربنا. لان انت بس هو الفكره في حاجه، انت هتبص للموضوع من ايه؟ قدامك حاجه من الاثنين، انت ماشي في حجر قصادك كعبلك والعياذ بالله وقعت، يا اما هتاخد ده ان هي نعمه اللي انت عرفت ان الطريق ده فيه حجر وبعد كده هتفادى من الحته دي وهكمل، يا اما هتخاف تخش الشارع ده تاني. ولكن في بعض الاحيان، وده هحكيه في ان شاء الله في اللي هحكيه، ان انت الحياه بتجبرك تخش الشارع ده تاني. فانا من وجهه نظري خش الشارع ده انت بارادتك وافضل قاوح، لان الحجاره كتير. والحجر الثاني الحجر اللي بيترمي عليك، ممكن حد يرمي عليك حجر، فقدامك حاجه من الاثنين، يا هتاخد الحجر ده وترميه عليه وهتبقى من وجهه نظري خسرت كل حاجه الا بس كسبت اللي انت طلعت طاقتك السلبيه، او تقول له مرسي جدا على الحجر، انا هاخده وهبني بيه السلم اللي هطلع بيه لهدفي واثبت لك ان انا صح. اللي خلاني برضو ده وصلني لفكره ابن يوسف. عندي يوسف، ابن يوسف. تعلمت منه حاجه جميله قوي، ان سبحان الله البني آدم بيتخلق مش فاهم يعني، لا هو عنده هدف ما عندوش إدراك، لا فهو هيوصله. عامل بالضبط زي النملة، لو جبت لها شوية سكر وحطيت حجر قصادها، النملة هتشوف، هتطلع، هتنزل، هتشقلب، هتوصل للسكر، ملهاش علاقة. نفس الحكاية الطفل، الفكرة اللي احنا لما بنبدأ نكبر ونبدأ يبقى فيه إدراك، بنبدأ نسمع كلمة لا كتير، أو ما حصلش، أو مش هينفع. يعني الاثنين اللي عملوا الطياره زمان قالوا عليهم ان هم ناس مش ايه اللي انتوا بتعملوه، ما فيش حاجه اسمها طيران. وعلى ما اعتقد ان هم لو ما كانواش عملوا كده وفعلا طاروا في الاخر، كان زمان دلوقتي الدنيا مختلفه تماما. بالنسبه لطريقه تعاملي مع يوسف، اتمنى ان شاء الله، انا يعني انا بحاول ان انا اعمل معاه اللي اتعامل معايا وانا صغير، ان انا بنمي موهبته وبنمي الحاجات اللي عنده، عشان انا شايف ان ده هو طالما مبسوط في ده وحاجه كويسه، فنعمل كده ونشوف الفيديو. و يعني كل الكبير انا صارم جدا. منصور علمتك تكون الكبير يا منصور. مع السلامة يا منصور. مع السلامة يا كبير. ده يوسف ابني. الفكرة في الحكاية دي اللي أنا كنت وأنا صغير كده، كنت بحب أقعد أمثل وقعد أعمل حاجات، وبشكر أهلي إن هم كانوا بيساعدوني. مامتي على طول كانت تجيب لي لبس كاركترز وحاجات وأفضل أمثل وأعمل ده. نيجي بقى للبداية، لما كلموني قالوا لي يا طارق بص احنا عايزين بقى التوك شو كده، التوك اللي هتقوله يبقى كوميدي. فأنا هنا نزلت عليا أغنية أستاذ محمد فؤاد خدي الحنين، لأن أنا افتكرت زمان أول ما بدأت اتقال لي من ناس بتفهم كده، حد قال لي بص يا طارق أنت ما تعملش كوميدي. فقلت له طب ليه؟ ما تعملش كوميدي. ايوه ليه ما تعملش كوميدي يا طارق؟ اسمع انت ما تعملش كوميدي. فخدت الموضوع بشكل ليه ما اعملش كوميدي، انا مش فاهم يعني ايه المشكله ما اعمل كوميدي، ما الناس كلها بتعمل كوميدي، لا انا هشتغل على نفسي وهتعب وهعمل كوميدي. وبدات رحله الاستراجل في اللي انا ازاي اطلع على المسرح احاول ان انا اضحك الناس. فالموضوع كان عباره ساعات كتير ان انا بعد اسبوع كامل قاعد بحضر في افيه ومتوقع انا هخش المسرح هقول الافيه ده من هنا الصاله دي هتتقلب ضحك، واخش اروح قايل الافيه، حاجة الوحيدة اللي اسمعها تزييت الخشب اللي تحتي في خشبة المسرح من الصمت اللي حاصل، فاطلع بره اعيط واتضايق واقعد اتخانق مع نفسي في الاوضه، وانت ايه لازم تتطور لازم تعمل، فاقعد اذاكر واتفرج على مسرحيات واتفرج على افلام كوميدي واقرا عن الكوميديا، لغايه لما سبحان الله الحاجات اللي نجحت معايا والناس عرفتني منها كانت كوميدي. يعني عايز اتجوز، رمضان مبروك، امير البحار، الحمد لله حاجات كلها كوميدي.
ده برضه وصلني لحاجه تانية. وانا صغير قلت لحد برضه في المجال، قلت له انا نفسي امثل. قال لي بص يا طارق، شايف الصوره دي؟ قلت له اه. كان فيها ممثلين. قال لي دي الناس اللي تمثل. فما مالكش انت دعوه بالموضوع وكده. اه والله لفت الايام والحمد لله مثلت مع كل في الصوره تمام. ما عدا واحد بس توفاه الله. والشخص اللي قال لي كده سبحان الله كلمني بعد كده قال لي انت كنت كويس جدا في مسلسل كذا، واكتشفت ان هو بدا يرشحني في حاجات كمان. فاللي عايز اقوله اللي انت خد كلمه لا دي او اللي انت ما تنفعش او كده ان هي اتطورت. في موقف حلو قوي، انا مره اتطردت من استوديو بشاكه. رحت استوديو، مخرج مبسوط مني جدا، المنتج مبسوط مني جدا، جه البطل فانا بقى شايف النجم بقى جاي عليا وخلاص همثل معايا بقى. فجه راح واخدني كده تحت دراعه. ايوه بقى قال لي بص يا طارق انت شكلك جميل. قلت له الله يبارك لك يعني يا سلام، انا حاسس ان ده صحوبه يعني في صحوبيه داخله علينا ان شاء الله. قال لي بص يا طارق فانت شكلك جميل فما ينفعش تعمل كوافير يا حبيبي، فانت امشي واحنا هنرجع نكلمك في حاجه تناسب لك. وفعلا مشيت وفعلا كلموني، بس بعديها بثلاث اربع سنين لما كان ربنا كرمني وبقيت معروف فعايزين يضيف شرف اجي في المسلسل ده اعمل ضيف شرف. ما حصلش نصيب ساعتها اللي انا كانت ظروفي ما تسمحش ان انا امثل، ولكن كنت فخور جدا ان انا نفس المسلسل ده من اربع سنين كنت انا رحت وطردت بشياكه من الاستوديو والحمد لله فضلت اتعب وافضل ورا الكلام ده لغايه لما اطلب فيه ضيف شرف. دي بالنسبه لي كانت حاجه كبيره. الحاجه الثانيه ده يوصلني انا ليه اساسا كنت عايز امثل. وانا صغير كنت كل ما اشوف فيلم في السينما يعجبني، انا عيلتي يعني شغاله في الفن من زمان من ايام جدي، فوالدي يقول لي ده جدك اللي كاتب الفيلم ده، اشوف مسرحيه فيقول لي ده انا اللي كاتبها، مسرحيه ثانيه ده عمك اللي كاتبها، واروح المسرح الاقي الناس بتنبسط وتضحك. فاتربى عندي فكره ان انا عايز الناس تبقى مبسوطه، انا بحب الشغلانه دي. فلما ده حصل بدا معايا فكره ان انا ابن منتج ومؤلف. دي في ناس بتبص لها من بره يقول لك ايه اه يا ابن المنتج هلا دنيا تمام ابوك منتج بقى للاسف الشديد اللي هو ما يعرفوش ان ده بيحط بردن ويحط تقله او حمل عليك كتير جدا، لان انت بتبقى داخل اساسا لو داخل مثلا اوديشن او كاستنج في بعض الاحيان بتبقى داخل معركه انت خسران فيها من قبل ما تبدا. يعني انت لو داخل لك واحد ما تعرفش هو مين اتفضل وريني، لما بتخش انت ابن فلان طب وريني بقى تمام. فده حط عليا لود جامد جدا اللي انا حكيت لي اللي انا عايز اثبت نفسي لوالدي في المسرح، لان والدي كان كأب في البيت كريم جدا، ابويا عمره ما فكر في نفسه على طول بيفكر فينا احنا الحمد لله. بالنسبه للمسرح هو عمل حركه ذكيه جدا، هو خلاني ابدا مجاميع، ببدا عندي 10 باخد 10 جنيه في اليوم ماليش اوضه. فكان حلم حياتي ان انا ازاي اكبر الدور وازاي اخد اوضه في المسرح. فسنين انا قاعد بقاوح، بدات في المسرح ده مسرح نجيب الريحاني اللي انا ماليش اوضه خالص بغير في التواليت. لما اتطورت بقيت اغير في الاوضه اللي في الاستراحه بتبقى ممر عشان الناس تعدي، لما يعني تمام التمام اوضه متر في متر عشان اغير الجاكيت بطلع بره الاول اقلع الجاكيت كده والف الناحيه الثانيه اروح اقلع الجاكيت كده. بعديها خدت اوضه بشفاط يعني يا نهار ابيض والله، يوم ما خدت اوضه بمروحه ده كان حدث يعني تمام. الى ان بعد 12 سنه وصلت ان انا قعدت في مسرحيه كنت قاعد في اوضه الاستاذ الله يرحمه نجيب الريحاني، مش عشان نجم النجوم ولكن عشان النجوم اللي في المسرحيه ما كانواش عايزين يطلعوا السلم فهي وقعت في نصيبي. بس ايا كان ايا كان انا برضو ربنا كتب لي ان انا اقعد في الاوضه دي اللي وانا ما كنت داخل ماليش اوضه اصلا. بالنسبه ازاي كبرت الدور، انا في نعمه كبيره ربنا كرمني بيها وانا صغير اللي انا دراعي اتكسر كان في اول يوم في الصيف واضطريت احط شريحتين و12 مسمار. ده غير لي حياتي تماما. ازاي؟ كنت انا الاول في مدرسه فيها اكتر من 1000 واحد وبتاع، وكان كبيري في التالنت شو اللي انا يعني يوم ما كسرت الدنيا طلعت مجاميع بعمل شوكولاته 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 ده انا كده فاهم. فما فيش امل اساسا ان انت تعمل حاجه حد يشوفك، انت تخش تقعد ساكت وتسمع الكلام. لما حصل ده الدكتور قال له والدي قال له لا طارق لازم يروح مدرسه فاضيه خالص ما فيهاش حد. قلت له خلاص. طبعا بتنقل حياتك تماما، بتنقل صحابك، بتنقل كل حاجه. رحت المدرسه دي سبحان الله كانوا لسه فاتحين جديد عندهم مسرح مش عارفين يعملوا بيه ايه. قلت لهم تمام انا اهو اعمل بتخرج اه طبعا ده انا بخرج جدا وانا عمري ما عملت حاجه ده مس امثل والف واتشقلب يلا بينا يلا بينا. عملت مسرحيات، بدات اعزم ابويا يجي يتفرج تعالى يا بابا عشان يكبر الدور من دقيقتين يخليه المسرحيه الجايه خمس دقائق خمس سنين ها بقى خليه مشهدين كده 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 الدنيا ماشيه لغايه لما جه سلسله ضربات ورا بعض. ايه هي اخر مسرحيه في المدرسه؟ عامل مسرحيه كل سنه بكبر بقى الدنيا وبعمل فيديوهات وبوسع المسرحيه واوسع واجيب حد من بره. المسرحيه بدات كويس، في اخر مشهد الدنيا نمت تماما
وصلت ان انا شايف مديره المدرسه قاعده بتعمل ايه. فانا رحت قايم قلت له انت المفروض هتقول لي كذا وانا هقول لك كذا ونقفل المسرحيه باي باي يا جماعه، ورحت خارج. خرجت متدمر جدا نفسيا. رحت بعد كده رحله المدرسه بتاعه السينيور تريب، ففي واحد بيرسم كاريكاتير، فقلت بقى زي اصحابي كلهم اترسم، فدخلت فرسمني. فببص في الصوره كانت اول مره في حياتي اكتشف ان انا تخين، تخين قوي. فاتدمرت وعيطت جامد وقطعت الصوره. دخلت الجامعه عايز اثبت نفسي ان انا كويس، فقلت هعمل فيلم، في فيلم في الجامعه هنصور، رايحين رحله في انجلترا، طب يلا بينا نصور فيلم ويبقى ده البروجكت بتاع الكورس ده مش عارف ايه، ونعمل اكشن ويلا بينا ونعمل مش عارف ايه. والبوليس راح جاي علينا واحنا في انجلترا، وقفنا انتوا بتعملوا ايه؟ قلت له حضرتك ده مشروع طلاب. قال لي انتوا بتضربوا بعض قدام قصر الملكه طلاب ايه؟ قلت له والله بلغ اعتذاري انا بعرف انا اسف. ونزلت بقى ايه عامل بقى يعني ايه مصور في انجلترا والاقصر ومصر وضرب واكشن وصرف ونط في النيل وليله، وقاعد وعازم كل اصحابي بقى في الجامعه وبنتفرج، والبنت اللي انا معجب بيها، والفيلم يبدا اتشقلب الناس تضحك، اضرب واحد الناس تضحك. هنا ادركت ان الراجل رسم كاريكاتير انا اللي ظلمه يعني. لان كان في كانغ فو باندا شغال على الشاشه قدام الناس. دمرت تاني، قلت ايه اللي انا فيه ده، انا ازاي كده. بدات افكر ان انا طب انا غلط، يمكن اغير الكارير اعمل ايه. فبدات افكر لقيت نفسي ان انا عملت مجهود كبير قوي عشان اوصل ان انا هعمل مشروع طبق اللي انا هبيعه فيه كام قطعه كوسه على كام قطعه لحمه. وهي شغلانه صعبه جدا على فكره، حكايه ان انت تعمل اكل او تعمل بروجكت. بس لقيت نفسي ان انا مش ده، انا مش مبسوط، انا بعمل حاجه عشان في الاخر حاجه انا مش مبسوط فيها. لان انا مقتنع ان انت ممكن تتعب وتتبهدل، بس في الاخر لو حاجه بتحبها مش هتحس بده. فقلت لا، قلت لا انا هعمل مسرحيه. وبرده اترفضت، كان حاجه حلوه قوي ان انا دخلت اوديشن في الجامعه، الدكتور انبسط مني، تمام كول باك تعالى يلا. الناس اللي ضدي في الدور سقفوا لي وانا بمثل، فده انا خلاص انا خدت الدور ده. تاني يوم الورقه اسماء الناس اللي في الكاست، طارق مش موجود، قشطه جدا. اجي اطلب واحده اقول لها انا عايز اتجوزك، تقول لي اصلا رحت البابا فقال لي لا ما بنناسبش ممثلين. اوكي. واحده ثانيه انا بابا قال لي ما نسيبش ممثلين. حسيت ساعتها اللي ايه، على فكره انا بعمل حاجه كويسه، انا ممكن اعمل حاجه تفيد، انا مش بعمل حاجه غلط. فقلت خلاص انا هو قاعد فاضي، مفيش ولا مسرحيه في الجامعه، مفيش اي حاجه، انا هخس وهعمل مسرحيه وهعمل اللي انا نفسي فيه. كان الموضوع اللي انا قلت هجيب مسرحيه لجدي، كان عاملها الله يرحمه استاذ مان ياسين، وهعملها تاني. اول حاجه واحد صاحبي قالها لي اسمه احمد علاء، وده بقى من اصدقاء عمري، قال لي يا طارق اسمعني ياسين ايه يا عم، انت هتعمل ايه جنب اسمعني ياسين يا طارق، ما اعمل حاجه تنجح. قلت له طيب انا هعمل، مش هعمل اسماعيل ياسين، انا هعمل، انا مش هعمل طبعا، مش هبقى زي استاذ اسماعيل ياسين، ولكن هبقى طارق. حاجه ثانيه، جينا في البروفات الناس بعد كام بروفا جم قالوا لي مين الطفل، الناس قالوا لنا انت ايه العيل داخل الجامعه ده بيخرج ويمثل، فاعتذروا عن الروايه. قبل المسرحيه ما تتعرض بيوم، واحد جه قال لي بص هقول لك حاجه بصراحه، قلت له قول. قال لي المسرحيه بكره هتفشل وابدا حضر نفسيتك. طب يا عم سيبها تفشل وسيبني في حالي، ما تقوليش في وشي كده. قلت هتوكل على الله. توكلت على الله، المسرحيه نزلت كسرت الدنيا. الاس يو اختارها تبقى تمثل الجامعه في باي باي اولد كامبس على 90 سنه، تتعرض في اكبر مسرح في الاولد كامبس ايورت هول، فتعمل تبقى اول مسرحيه في تاريخ الجامعه تعمل كومبلي 1000 وحاجه كرسي في الجامعه، وتكسر الدنيا الحمد لله. ده قد بالنسبه لي، ده قد بالنسبه لي حاجتين. قد بالنسبه لي ان انا دخلت عملت نادي مسرح في الجامعه، كان ميز دالي عيسى مشكوره وبحييها ان هي جت قالت لي يا طارق لما فعلا حقيقه جامد الست دي، ربنا يعني حطها لي في طريقي، لان هي جت لما لقيت كده نمتني، قالت لي تعالى ما تفتح نادي مسرح، يعني ما بدهاش نادي مسرح. قلت لها نفسي اعمل ده جدا، فتحت نادي مسرح. خدت قرار في حياتي، وده بحاول اخده تاني دلوقتي في حياتي ان شاء الله ربنا يقدرني، فكره ان انت لما هتعمل حاجه انا هعمل حاجه بامله كبيره. فقلت هعمل ازاي الاوبننج، هجيب 3 نجوم. مين هجيب؟ استاذ نور الشريف الله يرحمه، استاذه دنيا سمير غانم، استاذ اسر ياسين، في يوم واحد يلا بينا. عملت ده، جينا في وسط الايفنت، استاذ اسر دخل كسر الدنيا، استاذه دنيا دخلت كسرت الدنيا، العربيه راح اجيب استاذ نور شريف الله يرحمه اتاخرت عليه، فاصبح في جاب ربع ساعه انت مش عارف هتعمل فيه ايه، في 1000 واحد قاعد في القاعه هتعمل ايه، هيفضل ربع ساعه هيمل وده اخر الايفنت، ما ينفعش تعمل كده. كان عندي ساعتها تمزق في الاربطه من امير البحار، كان بنط من على المراكب في رجلي اتمزقت، فقعدت على كرسي. هنعمل ايه؟ كنا جايبين شو بينطوا من بيعملوا شو شقلباظه وبتاع. قلت له بقول لك يا معلم تعرف تنط من فوقيه؟ قلت له ايه؟ قلت له تعرف تعمل شو تخش بيا بالكرسي وتتشقلبه من فوقيه؟ قال لي لو انت تمام يعني. قلت له يلا يا باشا. فحصل بعد كده ده يا ولد ايه ده، انا كنت مرعوب يا ولد، بص على وشي.
ده بعد ما خلصت شفت السعادة. أستاذ نور جه وكسر الدنيا الحمد لله الله يرحمه يا رب. بعد كده قلت هعمل ايفنت اكبر، هعمل ايه؟ هكرم كل النجوم، معظم النجوم اللي اتخرجوا من الجامعه الامريكيه على مدار السنين من اول الاستاذ النووي ابن عبد العزيز لغايه دلوقتي حوالي 12 نجم. هعمل حفله بره في نفس اليوم، هفتح جريني اسيلي وسط البلد. تمام، قالوا عليا الكلام ده انت قلت لهم بقى هنعمله، وفعلا عملناه. جينا واحنا بنعمل بي ار، فطلعت لحد برضه عايز احيي اسمه استاذ احمد عبد العزيز، ده من الناس اللي وقفت جنبي جامد جدا في الجامعه الامريكيه في انشطه الطلاب. قلت له عزيزو انا محتاج ضروري ضروري دلوقتي فاضل الساعه الجايه دي الناس كلها هتنزل في بلازا، عايز اعلق بانر عشان خاطري. قال لي والله انت عارف انا بحبك بس هو فعلا ما فيش مكان تعلق فيه بانر. قلت له طب اعمل اي حاجه اربطه. قال لي انت عارف ان ممنوع. قلت له انت صح وانا ما بحبش امشي غلط. تمام، رحت عامل ايه، نزلت في بلازا، الناس نزلت، رحت جايب كرسي وقفت على الكرسي مسكت البانر بايدي لمده ساعه. عايز اقول لكم ان 95% من اللي عدوا على ما اعتقد ما شافوش غير البانر ده، لان ده الوحيد اللي ماسكه بني ادم ساعه، فهم سابوا كل البانرات والمجنون اللي واقف ده ماسك البانر. الايفنت ده ممكن نشوفه. تمام، فهو دي الفكره، اللي انت اي عائق حاول تاخده ان انت تعمله بوزيتيف. هنيجي بعد كده، ده وصلني لايه؟ وصلني لفيلم رمضان مبروك ابو العالمين حموده. ازاي جلال احكي لك قصته. عملت حرام الاول مره، جاي زميلي عمر السعيد حقيقي جاب عزم استاذ محمد اديب مخرج، فجيت اتفرج عليه، فراح مرشحني عند والده في الاستاذ عماد الدين اديب في الفيلم، وكان استاذ علاء مرسي برده في مرسي عاوز كرسي رشحني في الفيلم. وجينا بنعمل رمضان مبروك، قصه ممكن ما اعتقدش ان بعضكم يبقى عارفها. يعني انا اساسا كنت المفروض هعمل دور عمر متولي ابن وزير الداخليه، تمام، اصلا وداخل خلاص يعني هنصور المشهد بتاع الفصل، فانا واقف على باب الفصل كده وانت مذاكر بقى انت مع استاذ محمد هنيدي استاذ يوسف معاطي استاذ وائل احسان جود نيوز فرصه العمر يا معلم هنستقبل. فميت بقى وابن وزير الداخليه ووقفته وحقته وليله، ولسه داخل على باب الفصل هنصور اللي هو التعارف اول مشهد، فلقيت استاذ شريف اسماعيل بقى مخرج دلوقتي كبير ما شاء الله، كان مخرج منافس ساعتها، قال لي يا طارق بص هو في بس حاجه، هو في تغيير هيحصل، عمر متولي هو اللي حامل ابن وزير الداخليه عشان عمر ضخم، فلما هيقوم هتبقى بتضحك اكتر ان هو يبقى وزير الداخليه، وانت هتعمل اللي بواك في دبي. هنا كان قدامي حاجه من الاثنين، يا اما ابانيك واتضايق جدا وازاي واعمل ايه ده انا قعدت بقالي بذاكر وبعمل وي وي وي، ويا اما اقول دي نعمه من ربنا. والحمد لله ان ربنا كرمني ساعتها، قلت ان نعمه من ربنا، قلت له عسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم. تمام، قال لي بس في مشكله ثانيه. قلت له ايه؟ قال لي انت مره تقل في الفيلم اسمك امير ومره تقال وائل، فلما استاذ محمد يقول لك عندك ايه قول له امير وبيدلعوني بيقولوا يا وائل. قلت له فهنا بقى الرضا ان انا رضيت، ربنا الهمني. اه والله. قلت له طب معلش يا استاذ شريف ممكن بس تستاذنهم في حاجه؟ قال لي إيه؟ قلت له ينفع استاذ محمد يقول لي عندك بايه فاقول له اسم ثالث خالص؟ فضحك، فراح قال لي استاذ يوسف معاطي واستاذ وائل احسان واستاذ هنيدي، فانبسطوا، فجم قعدوا يركبوا معايا التركيبه اللي هي وصلت في الاخر بيقول لي اسمك ايه، فبقول له اسمي وائل وبيدلعوني بيقولوا امير. احب عندك استنى اقول لك صح استنى. قال لي اسمك ايه؟ قلت له اسمي امير وبيدلعوني يقولوا يا وائل. قال لي انت عايز تستظرف يا وائل ولا ايه؟ قلت له انا مش هستظرف عشان الموضوع، يعني انا كان اسمي امير وبقى اسمي وائل. فدخلوا فجيتهم ما بتحبش امي اساس فقالت لهم اسمي امير، فخلي المكان في العراق. قال لي احب اندلك اقول لك ايه؟ قلت له يا جلال. والحمد لله هو الفضل من الله الفيلم دلوقتي عدى عليه 10 سنين وسيداتكم لسه بتسقفوا على الافيه ده اللي انا فخور ربنا كرمني بيه. ففي الاند في التوك بتاعي بس كل اللي عايز اقوله لكم ما تكرهش حد عشان رفضك، بالعكس حبه لان هو اداك مساحه ان انت تثبت لنفسك ان انت كويس وان انت تتطور.